فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المحلات التجارية تعطي عملائها بطاقة اشتراك بحيث إنه إذا اشترى من عندها يعطى نقاطا يمكنه فيما بعد الاستفادة من هذه النقاط بهدايا أو مشتريات مجانية من هذه المحلات أو من غيرها، فما حكم ذلك؟ هذا أكل للمال بالباطل، يشتري أغراض ويسلم الثمن ويمشي ولا يربط نفسه مع هالخرابيط وهال، هم يريدونك تجي مرة ثانية، هذا رباط لك من مصالحهم، هم ما هم مصلحك أنت، اترك هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الرقاة يقرأ في سره، وربما أنهم يزودون ثمن الجائزة ذي من السلع اللي تشتريها، يضيفونها، ما هم سايجين شيء من عندهم أبد، يضيفونها عليك وأنت ما تدري. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.